هذه مقاتلة F-35 الأمريكية في إعلان للشركة المصنعة لوكيد مارتن، تستعرض فيه نقاط قوة الطائرة الحربية وأسباب تفوقها، وهي كثيرة، لكن واحدا منها لم يذكر وإن عرف ضمنا. فقد تكفل بسرده متحف الطيران والفضاء في فيرجينيا، وهو التاريخ الطويل لصناعة الطيران في أمريكا. هنا يبدو أن الأمر بدأ بدراجة مجنحة، وبعد ذلك تطور إلى قمرة قيادة بأجنحة ومحرك. لم يكتف البشر بذلك طبعاً، فأضافوا مقاعد وارتقوا بسبل السلامة. هل توقفوا؟ ليس بعد. سرعة أكبر ورفاهية أكثر، حتى لا يتوقف التحليق وإن لم تتسع جدران المتحف. في هذا المبنى فقط الذي يضم طائرات مدنية وعسكرية، بإمكانك أن تجد طائرات بدءا من الطير الأسود النفاثة إلى المقاتلات الحديثة وحتى تلك التي صنعت قبل القرن العشرين، إضافة إلى أول حاملة للقنابل الذرية إنولا جاي، أيضا طائرة كونكورد الشهيرة، وحتى أول طائرة ركاب من شركة بوينغ بمحرك النفاث. ومن بين عشرات الطائرات العسكرية والمدنية، اختارت إدارة المتحف أن تضع مقاتلة الطير الأسود أو Blackbird SR-71 في قلب المتحف، في استعراض قوة للمتحف ومن ورائه صناعة الطيران الأمريكية. This airplane cruised at 2000 miles an hour. هذه الطائرة تحلق بسرعة 2000 ميل في الساعة، وإذا لم تحلق بتلك السرعة فلا قيمة لها. أنت على متنها أسرع من الرصاصة وتحلق على ارتفاع 85 ألف قدم. كنت أجلس في المقعد الخلفي لجمع المعلومات الاستخبارية عبر إشارات إلكترونية تلتقطها مستشعرات الطائرة، وحلقنا في أجواء أوروبا والكاريبي وجنوب شرق آسيا. في أجواء الشرق الأوسط أيضاً، وتحديداً قبل حرب 73، ذهب الطير الأسود في مهمة بطلب من الرئيس ريتشارد نيكسون، وعاد بمعلومات عن تحركات الجيوش على الأرض، وساعدته في اتخاذ خطوات لاحقة. أطول رحلتي على SR-71 استغرقت 10 ساعات و20 دقيقة، وتزودت بالوقود 5 مرات. عندما حلقت هذه الطائرات خلال الحرب العربية الإسرائيلية من الساحل الشرقي للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط، وعادت بناء على طلب من الرئيس. بخلاف أيقونة الطيران هذه، تنتشر عشرات الطائرات والمقاتلات والمروحيات وحتى المحركات في مبان تضم برج مراقبة وقاعة للسينما بمساحة تفوق 71 ألف متر مربع. على المتاحف أن تبقى متصلة بالواقع دائما، ونحن نجمع ونبحث عن المزيد لإضافته إلى مقتنياتنا قديما أو جديدا. تقدر قيمة المقتنيات بمليارات الدولارات بالنظر إلى قيمتها الفكرية والتاريخية، لأننا ندون تاريخ الطيران. فهناك نحو 70 ألف قطعة، 500 منها طائرات أو مركبات فضاء، وهي قطع لا تقدر بثمن. وبخلاف متحف الطيران في العاصمة واشنطن الذي مولت بناءه جهات حكومية، كانت مساهمة المهاجر الهنغاري ستيفن أودفرهازي بنحو 65 مليون دولار عام 99 حاسمة في تأسيسه، فكرم بتسمية المتحف على اسمه ليلقى إشادة مستمرة من أكثر من 1.5 مليون زائر سنوياً. من الطائرات المروحية إلى النفاثة، ومن عهد الطيران قديمه وحديثه، ينتقل هذا المتحف إلى عالم آخر، هو عالم الفضاء.
هيبة الحجم والتصنيع الدقيق تستحوذ على حواسك عند الدخول إلى قسم الفضاء في هذا المتحف، فأنت تقف إلى جانب مكوك الفضاء ديسكفري. المكوك ديسكفري ليس مجرد تذكير بقدرة البشر على حل المعضلات، بل هو تحد يذكرنا بحكمة قائد البعثة أبولو 11 الذي أشار إلى أن حب الاستكشاف هو جوهر الروح الأمريكية. وأتمنى أن يحيي وجود ديسكفري في هذا المتحف روح الاستكشاف حتى نستذكر ما أنجزنا وقدرتنا على تكرار ذلك. المكوك ديسكفري تجسيد لجهد وقدرات هائلة، بل ومصدر إلهام بعد أن سافر ل 240 مليون كيلو متر ودار حول الأرض في 39 مناسبة وقضى 365 يوما في الفضاء. كأقدم مكوك فضائي دار حول الأرض، شاركت ديسكفري في مهمات عسكرية سرية عدة وأخرى خاصة لتركيب الأقمار الاصطناعية. وعندما يأتي الزوار فهم يشاهدون مكوكا على حاله، وحتى لم يجري تنظيفه بعد أن حلق لآخر مرة عام 2011. يبدو الانبهار جليا في عيون أجيال المستقبل وحتى أجيال الحاضر، انبهار مبرر خاصة للزائرين لأول مرة. إنها الزيارة الأولى لهذا المتحف، وجئت مع أطفالي ورأيت الأشياء الرائعة، فلا يمكن تخيل حجم هذا المكوك وكيف يعمل وإلى أي حد يمكن أن يصل البشر أمرا يفوق الخيال. المكوك الفضائي أعجبني، وكذلك التعرف على كيفية تحليق الطائرات فهي تبدو رائعة، وكذلك أزياء الطيارين ورواد الفضاء. في كل زاوية هنا ترى حلماً تحول إلى حقيقة. كيف أن السفر لألف بل لمليون ميل بدأ بخطوة، فبعد أن كان التحليق من المستحيلات لقرون بلغ البشر القمر واستمرت الرحلة، وقودها حلم يبدأ بإلهام وينتهي بمعجزة. أنس الصبار، سكاي نيوز عربية، تشانتيلي، فيرجينيا.